بقيتي شويه؟ الحمد لله الحمد لله، متصل ربي وشكرته. اللهم امين ولدي، اللهم امين. الحمد لله كنت ترافع على المتهم ديالو، عندنا انا ما عنديش مشكل، ترافع كما بغى. جيتكم المرافعه ديالو؟ شوف عنده الحق يقول اللي بغى، ولكن القرار كيبقى للقاضي، هو اللي غادي يحسن في كل شيء. انا ما غاداش نعارض عليه، دبر راسو شغلو هذاك، يشوف عبينو بين الله. هذه اللي بغيت نحط لي النقطه، اللي بغيت نحط لي في راسو، يدير ولدي هو ولده، يدير ولدي هو ولده، ما يطالبش بالمحاكم، دافعش على الظلم. هذوك الدراري اللي كانوا معاه انا ما عطيتهمش فلوس، ربي سبحانه وتعالى اللي ما بغاش يضيع حق هذاك الدري البريء اللي ما داير لا بيدو لا بالعود. شو كطالبوا نتوما من المذيع؟ انا باغا اقصى العقوبات، اللي تبرد لي ناري ما نكذبش عليك، انا بغيت اقصى العقوب باش ناخذ حق ولدي اللي ضاعت فيه الدوله وضاع فيه الشعب وضاعت فيه انايا وخواتاتو وكلشي. ولدي راه ما تيتعوضش، الحمد لله والشكر لله على كل شيء. اللهم امين اللهم امين اللهم. وهي جلسه مع الوقت كياخذوا كيلقاو الوقت باش يصطنعوا شي مسائل باش يثبتوا البراءه ديال هو. قضية النقطه الاولى اللي نبدا فيها هو قضية التواجد ديالو في المسرح الجريمه، كاين ولا ما كاينش، هذه مسائل كتكون مضبوطه من طرف الفرقه الوطنيه والقاضي، وهو لا دخل له في هذه المسائل. والمسائل دات في واحد الوقت بالليل والظلام، بالنسبه للشهود انا لا اظن انه شاهد غادي يمكن بواحد، لانه كيهضر هو بواحد لا بريسيزيون بحال شي واحد جالس وكيتفرج شي فيلم وكيعرف الدقيقه وبالثانيه اش كيوقع، وهذا كله مصطنع، هذا كله يظهر انه مصطنع. انتما كعائله مرحوم بدر كيفاش الحياه ديالكم دابا بلا بدر؟ هي الحياه صعيبه شويه، صعيبه والله يحسن عوانهم، وصلت الاخ ديالي والاصدقاء ديالو، وراه كتعرفوا بزاف مزيان هذاك، حطوا عليه شي مسائل ماشي هي هذيك. نعطيك المثال، مثلا هذيك المحاميه الاسبوع الماضي قالت لي الثلاث اللي فات قالت لي بانهم راه كانوا في الملهى وكذا، هو دري في دكتوره والاف اس اف اس تي كتعرفوا كله، كل من الجامعه كلها كيعرفوا، وتلقى تعازيم من عند رئيس جامعات ديال، ودري داخل في الانشطه في داك الشيء، وانا اللي عمو ما عمري شفتو حتى سيجاره ما عمرو مسا، وتجي تقول لك راه كانوا في الملهى وكانوا كذا، هذا كله زعما كيبقاو يقولوا شي مسائل. اشنا هو كما قلت لك قبيله كيحاولوا يصطنعوا، كيبان لي انا داك الشيء مو فبراك، كل شيء مو فبراك، انه كيصطنعوا شي مسائل باش يثبتوا، ما كيبقاوش كي ولاو كيفيزيو كيسيبليو غير الضحيه اسمو المجرم، يعني انه خصهم يحيدوا ليه انه وهذا انتم كصحافه راه غادي تبان، لانه الانسان اللي كيكون بريء راه كاين مسائل اللي كتكون سبونتاني كتبين لي البراءه ديالو، ولكن ملي كتكون واحد لا بريسيزيون كثيره في اظهار البراءه ديالو عرف بانه داك الشيء مفبرك. شكرا. هذه علميا.